رايحين نستلم الغرفة وبعدها ننزل البحر. هذه الستاير حق غرفتنا وين مهيرة؟ نفس الستارة. هعمل منها شنطة. بالضبط تكمل الطقم. على فكرة كثير حبيت الستايل حق غرفهم. ميمي ما ذكرك بشيء؟ لا ايش؟ رحلتنا لروم. يس الغرف يس كانت صح. فوق كذا. كثير حبيت الستايل اوكي ان الغرفة تكون فوق. Very nice. Cool, very cool. مرة حلو. هلو ميمي. يلا عشان نستعد نزل البول. طيب ولا لا على البحر حبيبتي؟ ليش البول؟ مية البحر غير. هلو إذا لاحظتوا فوق على الخشبة هذه القطعة بس حاطين عليها قماشة. ليش؟ عشان الناس الطوال اللي زي الطنطل اللي زي الروس. يعني ما شاء الله عليهم الروس هنا وتحديدا بين قوسين الروسيات شماحيط طنطل كل واحدة أطول من الثانية يتنافسون. بسم الله عليهم. طحنا على مكان يبيع أشياء فينتج لشانيل. شوفوا كم عمر هالأشياء هذه. عندهم قطع فينتج تحير الواحد ما يعرف ايش ياخذ شي يخليه. والاحجار واو. كل المطاعم بتحضر الطاولات للعشاء. روعة. استوقفتنا هذه الزحمة والتجمهر. مباراة بس ايش المباراة ما نعرف. وفيها هناك تتويج بعد. كل واحد حامل في ايده كورتين من معدن ويرميها. بس ما اعرف ايش المطلوب بالضبط. شو رايكم بهالسيارات؟ مرة عجبتني. نفسها بس لون ثاني هناك. وصلنا للبورت وين المطاعم والمقاهي على اطراف السوق. دورتها وتوقعت اني احصلها عند محل الايس كريم لانه صار لها نص ساعة. خاطف ايس كريم خاطف ايس كريم طبيعي بالعافية.